سلام البنات، واش راكم؟ لاباس؟ ملاح. مرحبا بكم في تفصيل الخياطه. راح اليوم نديرو قمجه للصيف ان شاء الله. مع راه وقت رانا وقت الصيف يلقنا لي شوميز بزاف، القمايج خام اللي تشريهم غالي، راهم يديرو من 250 والفوق حتى 300 400. حنا راح نديرو قمجه خفيفه سامبل، وان شاء الله تكون خفيفه للمبتدئين في التفصيل والخياطه ان شاء الله. اليوم البنات راح نديرو الجزء الاول اللي هو طريقه التفصيل، كيفاش راح نفصلوا القمجه. شوفوا البنات، هذه الكتان راه دروك راه وقت هذا الكتان تاع كارويات راه جاي يرطب، هذا ما يشربش. هذا الكتان فيه عندي هنايا متر ونص، انا شريت متر ونص، فيه العرض تاعه متر وقريب 60 سنتيم. يعني انا كي عبرته، شوفوا البنات كي عبرته بهذا، لقيت فيه كي عبرته بالمطره هذه تاع اللوح، لقيت فيه متر و 56 سنتيم، معناتها قريب متر و 60 سنتيم. شوفوا البنات، انا نسحق متر ونص في هذا الكتان، راح ندير له لي مونش طوال. اش راح ندير؟ راح نسحقها نقلع الطول تاع القمجه، معناتها شحال نسحق هي الطول تاعها، نسحقها متر سنتيم، راح نقلع متر او 95 سنتيم. يعني انا راح نقلع 95 سنتيم باش ما تجينيش طويله بزاف. شوفوا البنات، راح تطوي الكتان هاك على اثنين. شوف كيفاش راح تطوي الكتان، هي كيف كيف، راه فيه متر ونص في متر ونص، تطوي على اثنين وتمقصي الطول اللي رانا محتاجينه اللي هو 95 راح نقصوهنا. تبعوا البنات، راح نديرو اليوم غير التفصيل باش نركزو مليح على الخياطة. عفوا على التفصيل، هي التفصيل هو الصح، الخياطة ماشي ساهلة. شحال بقاتلي منا؟ بقاتلي نص متر، يعني قلعت متر، بقاتلي هادي نص متر، نص متر زيادة هادي شوية تاعها اللي قلنا 55 فيها سنتيم، هادي نص متر راح نديروها لي مونش. قبل ما نديرو لي مونش اش راح نديرو؟ راح نفصلو شوفوا البنات، عفوا شوفوا البنات، كتارة اثنين على اثنين، راح حنايا نقصو على زوج، معنتها غادي نفصلو الأمام وحده والخلف وحده. القمجة ما يتفصلوش كيف كيف. راح نبدا هذا الكتان راح فيه كيف كيف، نطوي الكتان على اثنين هكا، راح نفصلو البنات. شرح نفصلو، راح نبدو من الكتف. الكتف راح نديرو 40 سنتيم، 40 سنتيم نقسموها على اثنين، وراح نهودو
22 سنتيم. تبعوا البنات وراح نديرو دوران الصدر، عندي 110 سنتيم، ما راحش نزيد في الظهر. الخياطة راح تاكليني الشان، 110 سنتيم. تبعوا البنات، هذا هي راح توتل هنا. شوفوا خط كي داير هاك وهاك. لكن راح نديرو راح ترسمي هاك. دوران السطر ومن بعد راح تحلق مجتاك. معناتها راح نخليها عريضة من التحت هكا. عندنا راح نديرو هنايا نهودو بشبر، راح نديرو الخصر هي 120 سنتيم. نهودو بشبر نديرو 120 سنتيم. هنا راح ندخلو 2 أصابع، هنايا راح ندخلو بزوج أصابع هكا. منا راح نهودو. شوفو البنات لازم تكون عندكم مسطرة تاع لوح باش تهودي كيما هاك. تبغي تعلمي بالطبشور شتي ساهلة. ما يجيكش خط عوش. ها هو البنات واش راح نديرو. راح الكتف راح نقبضو من الكتف لهنا، نديرو 10 سنتيم. هنايا شوفوا البنات كي نكونوا هنا رانا باغي نديرو حنايا قمجه بالكول. معناتها الكول ما راحش نهودو، ما راحش نهودو كيما مداري نهودو في الخلف. معناتها ما نهودوش عند الظهر هكا هذيك دويره ولا لا. راح انا هنايا غير نساوي غير باش نعلم. شوفوا البنات شوفوا راها واضحة. أنا ما كليتش باش نوضحها. هنا راح نهودو حوالي 1 سنتي. ها هي البنات راح نعلمها باش نبدا من يبدا الكتف ومن يبدا الرقبة. ها هي البنات شوفوا ما راحش تجي دائم هودة، راح تجيني الشان باش نخدمو الكول. دوك البنات هذا الخلف رانا كملناه، دوك شنو راح نديرو؟ راح نديرو الامام. الامام البنات راح تطوي الكتان تاعك على 2 طوي. كي تطويه تحطي فوقه هذا الظهر اللي فصلناه، الخلف اللي فصلناه راح نحط فوقه. قبل ما تساويه شوفوا البنات ان شاء الله الصوره تكون واضحه. قبل ما تساويه
حنا اش راح نديرو؟ راح تبقى حسي شويه، راح تزيدي منها تاع الفساقيل، راح نديروها بالفساقيل. شوفوا البنات راني سقمتو، حطيت ها هو الامامي من تحت والخلف من فوق، ها هو تاع الظهر من فوق الظهر من تحت، شاية الظهر بعدته شويه الظهر بعدته شويه على الظهر. شوفوا في الظهر خليت زياده، ها البنات شوفوا خليت زياده، راح تخلي 4 سنتيم، هذه 4 سنتيم من 4 سنتيم 4 سنتيم حتى لتحت، هذه 4 سنتيم تاع الخياطه باش نديرو القفالي تاعنا. راح ديري الفساقيل كيما هاك، غادي كاين هذه نديرو لها هاك واللي حداها ثاني نخدموها هكا، من بعديها غادي تجي وحده فوق وحده، غادي يجي القياس سوا سوا. تحطي هني الشان، راح تفصليه، راح تفصلي منه، راح تفصلي من جهه تاع لي مونش، راح تفصلي عادي قده في كلش. شوفوا البنات هنا عند وين قلنا نبدو، هنايا راح تعاودي هنايا تفصليه، راح تساويه يجي قد قد باش ما يجينا شوج هكا، وتعاودي تمقصي. كي نقصوا البنات، هاي البنات كيما قصتها كاع حتى لتحت، راح تعاودي تفصلي الكتف، تعلمي الصدر الدوران تاع الرقبه هنايا، شديري قبل ما تحلي ايبان، قبل ما تقلعي ايزيبان راح تحلي في الوسط، حتى لتحت ها البنات فصلناها. دروك عندنا هذه الجهه التحتانيه، الجهه التحتانيه تبغي تخليها عادي مستقيمه كيما هاك، تبغي تطلعي شويه ديريها هنايا شويه طايل طالعه، تبغي تاني تطليها غير شويه وتحلي في الجوانب منها ومنها، تحلي شويه كيما راكو تشوفوا لي شوميز وقماجه من باعو، انتي والاختيار تاعك كيفاش تبغيها. انا شرح ندير البنات، راح نطلع هنا غير شويه ماشي بزاف، طلعت حوالي 2 سنتيم البنات شوفوا ماشي بزاف. من بعد كي نخيطها راح تبالي اسكو نحلها شويه ولا نخليها بلا، هي كي تخيط تبان. دوك البنات قلعي هاد لي زيبانك، هي قمجه ساهله في التفصال، شاية تبغي شويه تركيز. شوفوا البنات ها هو الصدر، الصدر دروك راح نخدموه شويه مهود، شوفوا شحال هوت، نقول لكم شحال هوت، نهود بخمسة سنتيم، بخمسة سنتيم البنات، خمسة سنتيم. هاي هاد القمجة، هاي تجينا محلولة هكا وهاك، من بعد هادي راح نخدموها هكا، وهادي تاني حتى راح تجي هاك، نجي فوقها كيما هاك. شوفوا البنات كيفاه راح تجي. دوك البنات اش باقي لنا؟ لي مونش، راح نفصلو لي مونش، راح نطول كتان على 2،
شوفوا البنات ها هما لي موش ويت كيتان على اثنين هكا على زوج تحطي موش تاعك هكا شوفوا البنات راح نديرو هنايا نهودو بشبر وراح نديرو دوران تاع الدوره تاع الدراع تاعك الدوران الدراع عندي 38 سنتيم 38 احنا راح نديرو 40 سنتيم راح نعودو بشبر هنايا هكا وعندي طول ذراع عندي 60 سنتيم انا ما راحش ندير 60 سنتيم لاخاطش غادي نخدم لهنايا بياسه وحدها معناتها غادي نديره غادي ندير حوالي 50 52 سنتيم طول تاع الذراع والمقص ندير 52 طول الذراع وراح ندير هنايا معناتها دوران هنا تاع اليد تاعي هنا راح ندير 25 سنتيم ل 27 سنتيم لاني نحتاجها شويه بلي ندير هنا تبعوا البنات ثاني باش ما تجيكش عوجة من عند دوران تاع هنا اللي درنا تاع الدراع تاعك راح تحطي المسطره على نقول لك المسطره هذه دائما دق تكون عندك البنات مقصي الدراع تاعك هكا تعلمي الوسطى تاعك تاع الدراع ها هو الدراع رانا كملناه لي مونش دروك البنات شباقينا باقينا هذيك البياسه اللي راح نديروها من التحت هذيك البونده اللي تجي في الدراع وباقينا الكول انا علاه ما فصلتش الكول مع الزدر والظهر باش يبقى لي الكتان تاع بغيت زعما شويه كتاني يبقى لي من تاع اليد باش نديرو الكول هاي البنات نخدمو الكول شوفوا البنات قبل ما نفصلوا الكول راح تدي الطول تاع الكول انا مسحقينه كيفاش راح تدي الكول راح تحطي الرقبه تاعك هكا نجمي ديريها على اثنين او على وحده راح يكونوا كيف كيف الا درتي هذه على اثنين هذا راه عندنا ثاني على اثنين راح تحطي ثاني ها هي الرقبة تاعك شوفوا البنات ها هو هذا وراح نزيدوه نزيدوه كيما هاك انت راح تدي هاك وتدي هاك راح شوفوا شعال نص سنتيم هاكا هاك هذا ما راحش نحبس لهنا غادي نقلع 2 سنتيم عندي 26 سنتيم مع 26 سنتيم تولي
52 سنتيم، طول عندنا 52 سنتيم، معناتها هذه 52 سنتيم راح تدور كيما هاك، راح تدور كاع على الظهر مع رقبة. شوف هنا شحال عندي، هيا تكفيني 52 سنتيم، وراح ندير تبعوا البنات، راح نسحق العرض تاعه 10 سنتيم 10 سنتيم، مع الخياطة راح ناكلو منها ومنها، راح تولي لي 8 سنتيم. طويت الكتان هاك باش متنغبنيش، هذا الكتان شوية يتزلج. حكني بإيبان باش متنغبنيش، راح نديرو 9 سنتيم. تبعو البنات، نقصيها قبل ومن بعد عاد نفصلوها. هاك البنات غادي كتخيط، غادي تولي قدام هاك في العرض تاعها. شوفوا البنات، هو الكول كنا نسحقو 26 سنتيم، هاي 26 سنتيم حتى لهنا. هاد الجهة مبلعة، خليها مبلعة خليها مبلعة. كيفاش راح ندير؟ هاي 26 سنتيم راح نعلمها من الجهة التحتانية هاك، وراح تخدمي الكول ها هو الكول. شوفوا البنات شويه مايل، تبغي تاني داير بزاف، كل واحد وكيفاش يبغي الكول. انا نبغي الكول كيما هاك، ها هو البنات كي تخيط راح يولي هاك. دوك البنات ها هو الكول كملناه، بقاو لي دروك الجهه تاع من تحت تاع لي موش. ليموش راح نسحقها كاتبه نسحقها 20 سنتيم، 20 سنتيم راح نسحقها هنا. في العرض راح نسحقها 10 سنتيم، راح نديرها شويه عريضه. شوفوا البنات هادشي الكول لي موش راح نطويهم تاني على 2. هنسقم الكتان، نعاودو نطووه، نديرو 10 سنتيم ونطوى. هي 10 سنتيم مطوية على 4، راح نقصوها هيا، ونعاودو راح نديرو منها 21 سنتيم. تعاودي تحلي الكتان، تعاودي نقصي على ها هو الاول وها هو الزاوج، هادو لي جو هنايا. تبعوا البنات مع الخياطه راح تصغر شويه. دوك البنات رانا كملنا في الصاله كاع، قلت لكم في الصاله شات تسحقوا فيها المسطره هذه لازم تكون عندكم، تكون عندكم ثاني المطره، يكون عندكم المقص، يكون عندكم العبر تاع لاطاي والطبشور.
ايبانك سحقوا لي زيبانك طبشور وثاني ها هما راني باغي ندير انا القفالي الساقيل في القمجه ها هما في الساقيل ما لقيتش لا كولا كاع تشبه لها بصح هذه مليحه. دوك البنات ان شاء الله في الصاله تكون واضحه راح نديروا طريقه الخياطه ان شاء الله ونعاودوا نوريكم في الفيديو الثاني ان شاء الله طريقه الخياطه. مع السلامه الى فيديو ثاني ان شاء الله.